وقت اخويا ابو خالد الريس وليد البربري بيقول اللي احنا بنزعل منه على طول بنخلص منه، واللي احنا بنقفل منه ابو خالد بيقفل له بابه، لان عتاب الندل يا ابو خالد اجتنابه. قالوا الرجولة أفعال مش كتر كلام، اخويا بردينا بيقول عمري ما كانت الرجولة لا بالسن ولا بالكلام، اصل الرجولة افعال ومواقف وقت الشدة تبان. وانا باسم رجالة عزبة تومة وباسم اولاد عبد الدايم بقول الرجولة مش محتاجة لدراسة، عمرنا ما سمعنا ان في راجل معمول عمولة، لكن طول عمرنا بنسمع ان الرجولة بالوراثة. يعني ابوك راجل جدع هتطلع راجل جدع، ابوك لم ينجح احد هتطلع لم ينجح احد، الا ابوه راجل جدع يسمعنا السقفة كده والنبي يا جدعان. قول الشاش اهو، حاضر حاضر. احنا وما فيش الا احنا بالاثبات والدليل لاي ليس عويل، كلام ومطلوب يا اوشا ولا لازم اقوله من الاول. قالوا الرجولة مش محتاجة لدراسة، عمرنا ما سمعنا ان فيه راجل معمول عمولة، لكن طول عمرنا بنسمع ان الرجولة بالوراثة. الفرق ما بين الراجل الجدع وما بين الليفة العويل فرق السماء من الارض. الراجل الجدع راجل بطبعه يقف في ظهرك في الشدة والظروف ويعرف يصون العرض، اما الليفة والعويل يسيبك ساعة الازمات وعشته حرام على الارض. الراجل الجدع علشانه تروح الروح والمال عليك الزمن، ميل على الاصيل وروح تلقى الشهامة اياما والجدعنة يا روح. اما ان طلعت الروح يا عزبة تومة اوعاك تميل على الاندال وتروح، اوعى اوعى اولاد عبد الدايم وعزبة تومة بتقول انك اللي ما بيسندش العشرة منه بقرش، احسن لك تصاحب كلب الكلب ما بينكرش. مبدأ اولاد عبد الدايم وعزبة تومة في الحياة بيقول عيش محترم تحترم، ما يغلطش فيك ولا واحد، ابن الاصول ده زي العلم محبوب من اي واحد. اما الندل مهما علي ما يعجبش ولا واحد، ويوم ما يموت ويندفن ما تلاقيش ماشي في عزاه ولا واحد. روح
واحلى ابو الشقاوه واخويا ابو سمير واحلى بردينه اخويا جاي متاخر ليه يا محمود رجاله عزب التومه بتقول يا ابو ادم دايما تلاقي الصاحب النجم عايش في دور مش دوره وتلاقيه ماشي قيمه وسيمه وماشي ملو هدومه ودايما مصدع دماغنا عن العيش والملح اللي هو بيصونه وهو اشطر الاندال واي طبق بياكل فيه بيخونه الصحوبيه اللي بجد مش اننا ناكل مع بعض الصحوبيه اللي بجد اننا نحافظ على اللي احنا اكلناه مع بعض ياما اصحاب اندال كتير اكلت معانا في طبق واحد والطبق اللي اكلت فيه خانته وما صنتهوش لكن احنا رجاله عزب التومه ماشيين على مبدأ واحد ما بنغيرهوش الجدع بنعامله بالاصول اما الندل والخاين بنحط على جابه وما نشوفوش الموافق على هذا الكلام يسمعنا سقفة سمعينا سقفة حاضر عزب التومة بتقولك يا ابو الاشائيش اسامينا موجودة في اي شارع او حارة اصلحنا ابطال المجال واحنا اطلقنا عليك يا اشقش انت علي بابا المجال وعزب التومة بتقولك ما تفتح المغارة هي دي ابو دينا الراجل الجدع
تقف ولا تمشيه، اوعى عديم الكرامة لا تزعل منه ولا عليه، لانه ليه فوالهولة والكل بيحط عليه. عديم الكرامة لا صاحبه ولا تمشيه، ومن يوم قلب اصله معاك امضيله استماره سته عالجزائر، واوعى تندم عليه. صلى على النبي. لو انت راجل من ظهر راجل هتقوم تقف ربع دقيقه لوجه الله، الراجل اللي من ظهر راجل هيرفع لي ايده لفوق. اتهاله سيدنا النبي اللي اغلى من اي حاجة. هتطلع موبايلك وتشغل الفلاش. اله اللي معاه موبايل وما يشغل الفلاش ما يشوف ليلة حلوة زي ده. إيه؟ اللي مش هيشغل الفلاش يبقى معاه 1111. من الاخر اسمح لي احرجك. ها اله ما تعدم ابوك وامك يلي تطلع موبايلك وتشغل الفلاش. فين رجالة عزبة تومة يا جدعان؟ يا جدعان أبوك وأمك في الجنة يلي تمطوح الفلاش لفوق.